طبعا لو نجحت البرازيل في تسجيل هذه النقطة سيطلب المدرب الإيطالي وقت مستقطع مباشرة. سريعة الكرة اللي مارغريتا خارج المرمى. تقطع اللاعبة مارغريتا. المنتخب البرازيلي يعود لنقطتين فارق. المنتخب الألماني يطلب التشالنج. لمست الكرة بحاعة الصد للاعبة مارغريتا كوزوش. هذه الإعادة. الكرة في اليد اليمنى للاعبة كارول. تشالنج اطول من اللازم في الكره الاخيره مع انه بالكاميرا العاديه كانت لمست الكره في اليد اليمنى. هذه الاعاده لمست في اليد اليمنى للاعبه كارول. الفيديو تشالنج يعطي الكرة للبرازيليات مع انه الكرة خطأ. الكرة لمست بحاعة الصد. لم يعطي الفيديو تشالنج اللقطة التي توضح لمس الكرة. اعطى اللقطة التي لا توضح لمس الكرة. بيدولو او بيدولا لوسيانو يحتج على الحكمة الثانية الارجنتينية كارين روني. غريب جدا الفيديو تشالنج لتسهيل اخذ القرارات وليس لتصعيبها وتعقيدها. الكرة لمست في اليد اليمنى. لا مجال للشك في ذلك، لكن الفيديو تشالنج لا يعطي الصورة الحقيقية.